لكم التحية في كل مكان. احنا في خواتيم حلقة اليوم من صباح الشروق، وعندنا من أهم الفقرات في برنامج الصباح دائما هي فقرة المهنة أو مهنتي. والتكس، ما أدراك ما التكس؟ التكس بألوانه المختلفة، وأي مدينة عندها تكس بلون، الأحمر الجزيرة والمدني، الأصفر الخرطوم، الأبيض سنار، وبعض بعض المدن برضو التكس لونه أبيض، تختلف التكاسي. سائق التكس ذاته بدأ ينحسر الفترة الأخيرة وفقا لأوضاع كثيرة جدا الكل يعلم، لكن يظل هذا التكس صاحب تاريخ عريق في السودان في توصيل الناس بالتحديد من المطار إلى المستشفيات إلى الحوادث لا قدر الله. التكس من رموز وسائل المواصلات في السودان لقدمه في السودان، هو ضارب في التاريخ سنين طوال وسنين عددها. يعني دي فقرتنا عن التكس وسائق التكس، نتابعه ونعود. الأشياء ومهما عظمت أو صغرت تبقى لها قيمة وذكرى ومواقف خاصة، تلك التي ترتبط بمعاش الناس وحركتهم، فتكون ذكراها عصية على النسيان، وسيرتها تمشي بين الناس تكبر وتنمو كالقرص الطيب، فالذاكرة الوقادة تبقى المساحة فيها حاضرة وبسعة للذكريات الجميلة. الحاج عبد الله السجان، رحلة من الكفاح والجد والاجتهاد، وحكاية امتدت ل35 عاما مع عربة التاكسي، والتي بادلته ود بود ووفاء بوفاء، فطوال سني هذه لم يبدلها ولم يغيرها، على الرغم من الفارهات من السيارات التي تطوي المسافات كطي السجل ما بين غمضة عين وانتباهتها. الحمد لله، بدأت شغل التاكسي في سنة 76. أنا ذاك كان يعني العربات التاكسي في الكظارف محدودة وما تزيد عن 30-35 عربية، وكان يعني العربية بتاعت التاكسي بمبلغ 500 جنيه لا تزيد عن ذلك، والاستيك العربية كان بسبعة جنيه ونص، وجالون البنزين ب25 قرش، وجالون الزيت ب75 قرش، وجالون زيت الفرملة ب15 قرش. والناس هنا في القضارف أوفياء بقدر عطاء الرجل، فهم يحفظون له أنه من الجيل الأول لسائقي التاكسي بالمدينة حينما كانت للتاكسي إمبراطورية. ففي تلك الفترة من القرن الماضي كانت عربة التاكسي من أنجع وسائل النقل الخاصة ومظهر من مظاهر الرفاهية، وكانت في القضارف عنوان لرجال نحت عميقا في ذاكرة المدينة وإنسانها لما خلدوه من مواقف وذكريات عطرة. في التاكسي لقيت عمنا عمر علي عمر، كان معنا برضو جارنا في ديمان نور، كان عنده عربية تاكسي بيجي 403، وعندنا مبارك هاشم كان عنده بولغا، وعندنا عمنا الطوم العطا كان عنده زفير برضو، وعندنا رجل اسمه عبدين عبد الله كان عنده عربيتين كونسول 60. فأنا وكجيت كنت سايق مع عبدين ده ذاتي، كنت سايق عربية من عربياته من كونسول 60. ده أول ما بديت الشغل. بعدين عندنا زي ما تقول ولد عبدون الله يرحمه، توفى، كان ساكن حي الناظر، واخد قريب لنا خالتنا وكده، أحمد علي، دينا الناس اللي كانوا قدام في التاكسي. بعدين في واحد اسمه عبد الله حسن برضه الله يرحمه، توفى من الناس من درمان. يعني كانوا يعني عدد من الناس القدام موجودين في التاكسي، عبد الجليل حسن حاج علي، دل كلهم كانوا في شغالين. واحد اسمه سمير الله يرحمه توفى، دل كلهم كانوا في يعملوا معنا في التاكسي هو في السبعينات. وبمثل ما يحكى عن جمال ذلك الزمان عند معاصريه بخيره الباسط ورزقه الدفاق وجمال نفوس أهله وإلفتهم، كانت الحياة بسيطة وغير معقدة، فحتى المشاوير بالتاكسي لم تكن تشعر الراكب بمشقة مادية، فقيمة الأجرة كما يقول محدثنا كانت أغرب ما تكون عربونا للصداقة. يعني تشيل مشوارين وثلاثة في العربية توزعهم من قلة العربات، ما كان في عربات كثيرة، يعني من المشترك ممكن تشيل ثلاثة أربعة مشاوير سوا، تودي الناس القرابة والناس البعاد تمشي بيهم بعدك توزعهم. يعني تودي مثلا حي الجناين أول، حي محمد تودي هناك،
بعدها كان الناس يستنوك في المحطة تنقل، يعني كان القطر جاي الساعة 2 بالليل تنقل للصباح عند، وبعدين تنقل للساعة 10 الصباح في المشاوير. والبيت قال تلقاه بتكفي، كان لقيت 10 جنيه، كان لقيت 6 جنيه، كان لقيت 5 جنيه، والمشوار كله 25 قرش 35 قرش، خدت لك ريال في 25 زيادة، خدت لك بالليل يكون ب 5 ريال، المشوار مضاعف 50 قرش، والتعريفة كانت 25 قرش، ما كان أكثر من كده. والمشاوير المشاوير داخل السوق ب 15 قرش، ما في أكثر من كده. وبطبيعة الحال لم تكن المدينة ممتدة كامتدادها الحالي، إلا أنها ورغم ذلك ما زالت تحتفظ بالكثير من معالمها الخالدة، على الرغم من محاولات إضفاء عدد من المساحيق التنموية عليها. ومن هذه المعالم تاكسي ود السجان، الذي يقف شاهدا على حقبة من العصور والأحداث ليحكي عن رحلة العرب الزوفير التي امتدت من الحصحيصة إلى القضايف. يعني بمشي كم واحد، بمشي مثلا بكشمة هنا جنب الغدنبلية، بمشي الحوري، ثاني آخر ما فيه في السبعينات قدو مشروع في سمسم، والمشاريع دي كلها كنت بشرف عليها أنا، وبعمل لي زراعة وماهية. قمت الوقت داك يعني قبل ما أشتغل في التاكسي ده، كان من جنب التاكسي هو زي ما وريتك، اشتغلت كم سنة مع عبدين، بعدين عرفت على إنه التاكسي ده شغلته معاي بتليق، لأني أنا قاعد في بيتي وقاعد في المدينة قبلي، ما 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 ما, ما بحوجني عشان أمشي أشتغل في لوري، أمشي أسافر وأحمل أولادي وكده. قمت فكرت أخدت عربية ب 500 جنيه كونسول 60، اشتغلت بيها زي 5 سنة ولا 6 سنة، قمت بعتها ب 700. بعد ما بعتها ب 700 قمت مشيت أخدت عربية ياهي الزفير دي ذات بمبلغ 850 جنيه من الحصيحيصة، جبتها من هناك سايقة بكوريا ليه هنا. ده عربية جيدة ما شاء الله، ما فيها حاجة، ولليوم ده هي جيدة حسي ما فيها كلام. وللتجوال متعة مستمدة من حكايات الحاد ود السجان، وهو يتأمل بين أطياف الذاكرة مواقف خلدتها مهنة التاكسي لما لها من بعد اجتماعي وتكافلي، خاصة في مدينة كالقضارف ما زالت تحتفظ بطباع أهل الريف. والله لحد حسي مستمرة، في بعض الناس لحد حسي يعني ما خالوا إنهم يركبوا في عربية من غير عربية دي. هو يقول لك يا فلان يا عند الساعة كده عليك، الله تعرف تمشي البيت تشيل الأولاد توديهم من أهلهم كده، مثلا في صوفي في بايو في روينا في هنا، وتجيبوا الساعة كده وبعدين تجيني في الدكان تحاسب، ولا يوديهم للدكتور وتعالى أنا مشغول ما قاعدين، تمشي توديهم أنت الدكتور وتجيبهم كايون يعني من أهلك يا هو غير أهلك من الجيران من هنا، وتقوم لهم الواجب كله تجيبهم يا هو، بعد ما كشفوا بعد ما ناخد علاجهم بتجيبوا للبيت، بعدك بيجيك في البيت برضه ما بقصر بيجيك حقك بزيادة كمان. وعلى الرغم من هذه السنوات الطوال، فما زالت العرب الزوفير تجوب طرقات المدينة، والرجل كما هو بمظهره المألوف وجوهره المصون يقدح في رحلة الحياة الطويلة، يطبع الابتسامة على محياه ويفرق التحايا على المارة والجلوس وهو قانع راضي. فالرجل يروي أنه لم يحدد يوما سعرا للمشوار مع أي زبون، ولم يتوقف في وصيلة خاصة في حالات الطوارئ. مرة جيت للطردوانة يعني كان الوقت ده في محمد ده كان محلات غزيرة ومحلات هناك كان بيجوا يعني رباطين ضربوه ولقيته في الشارع رباطه وديته مدة بطر وأزعفته وديناه المستشفى، وكان يعني الوقت ده في مقسم المباحث واحد اسمه واد كنان رجل في مباشر في المباحث، وقفت في الشارع لقيته في جنب الطرمبة وريته حاصل كده كده وقام معايا وأزعفني الحمد لله. ومرة برضه جاتني مرة قالت عندها مرة في الرابعة دارت تجيب المستشفى التالت، مشينا لقينا لقينا كبس على المرأة، وأنا مشيت خطفت دواية اسمها ساكنة سعد من حي حي زي ما نور الروابع، كانت الوقت ذاك الرابعة دي جديدة، وجبتها والحمد لله لحقت البيت ولا ذات قبلت البيت أنا غضبت. هذا كله والله ما قال لا شيء. وبعد كل هذه السنوات يظل الحاج عبد الله السجان رمزا لجيل جميل من سائقي التاكسي بمدينة القضارف، الذين مضى أكثرهم كما مضت عربات التاكسي من ذلك الزمن الجميل، ليظل هو شاهد عصر على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة ومن تاريخ مهنة بدأت تفقد الكثير من البريد واللمعات.